يبقى معنا أحمد عبد الرحمن مراسلنا من العاصمة اليمنية صنعاء. أحمد، نبدأ معك في آخر التطورات، ماذا نسجل من غارات جديدة للتحالف السعودي؟ في أي المناطق وعلى ماذا تركزت؟ نعم، الإحصائيات الأولية رانيا تشير إلى سقوط أو إلى إصابة 17 جريحا جراء الغارات الأخيرة التي استهدفت منزلا سكنيا في منطقة الجراف بالقرب من السجن المركزي، وغارات أخرى استهدفت منطقة الإجرين في وادي بقلان في بني مطار إلى الغرب من صنعاء. هذه هي الإحصائية الأولية للغارات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وضواحيها. أيضا كان هناك غارات استهدفت مناطق في شرق العاصمة ومعسكر الصمع الواقع إلى الشرق. ألسنة الدخان ما زالت تتصاعد حتى هذه اللحظة من وسط هذا المعسكر، إضافة إلى مناطق أخرى استهدفتها هذه الغارات. أيضا كان هناك قبل دقائق من الآن تحليق كثيف لطائرات التحالف السعودي فوق سماء محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء. هذه الغارات جاءت بعد ساعات من غارات شنتها طائرات التحالف على منطقة أو على محافظة البيضاء، واستهدفت هناك موقعا عسكريا يتبع اللواء 117. هذا الموقع يطل على محافظة البيضاء من الناحية الجنوبية، إضافة إلى غارات أخرى استهدفت محافظة صعدة، وهناك استهدفت مدرسة تمكنت من تدميرها على نحو كامل. حتى هذه اللحظة رانيا ما زال القصف الصاروخي والمدفعي وأيضا الجوي بشكل متقطع على مناطق صعدة الحدودية مع السعودية. هذا القصف لم يتوقف على هذه المناطق مستهدفا المنازل والمنشآت الحيوية وأيضا مزارع المواطنين، لكن الغارات هي تتركز على هذه المناطق في صعدة، إضافة إلى تركزها على منطقة بني مطر إلى الغرب من صنعاء. وبشكل يومي دمرت العديد من المنازل هناك، سقط جراء هذه الغارات العشرات من الضحايا ما بين شهيد وجريح، أغلب هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء. طب أحمد، فقط إذا أردنا أن نرصد من خلال الأيام التي منذ بدء هذه الغارات للتحالف المملكة العربية السعودية، هل لنا أن نرصد ربما المواقع التي يتم التركيز عليها؟ ما الذي يتم استهدافه؟ هل هناك من نقاط بعينها يتم التركيز عليها؟ نعم رانيا، ربما المنشآت الحيوية تأتي على رأس هذه الأهداف، المطارات، الموانئ، إلى جانب المعسكرات التي استهدفت خلال الأيام الماضية. لليوم 14 جميع المعسكرات في العاصمة صنعاء وأيضا في المحافظات الأخرى كتعز ولحج وأيضا عدن والضالع ومأرب والجوف وذمار وصعدة، جميع المعسكرات في هذه المناطق استهدفت. المطارات استهدفت في هذه المحافظات وتحديدا مطار صنعاء الدولي ومطار الحديدة وصعدة ومطار عدن، إلى جانب مطار تعز وسط اليمن. الموانئ أيضا استهدفت بشكل كبير ومتواصل، إضافة إلى استهداف محطات الوقود في أكثر من محافظة. نعم. وأيضا استهداف الطرق العامة والرئيسية الرابطة بين العديد من المحافظات. في صعدة تم تدمير الكثير من الطرق الواصلة بين مديريات المحافظة، بالأمس تم تدمير جسر يربط محافظات صنعاء وذمار بمحافظة إب وتعز، قبلها كان قد تم تدمير جسر مهم واستراتيجي يربط المحافظات الشمالية بمحافظة عدن. أشكرك أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من صنعاء، بالتأكيد سنكون وإياك فور ورود أي جديد. وننتقل إلى الجنوب في اليمن إلى عدن، من هناك ينضم إلينا الصحفي عبد الخالق الحوت. كيف يبدو المشهد في مدن الجنوب التي تتعرض لغارات وأيضا لقصف من البوارج؟ ماذا نسجل من جديد؟ نعم، الاشتباكات لا زالت متواصلة منذ ليل أمس، وكذلك استمرت هذه الاشتباكات صبيحة اليوم وحتى الساعة. هذه الاشتباكات تدور في الأحياء الداخلية لمدينة عدن تحديدا، في الشيخ عثمان والمنصورة وكريتر، وكذلك مدينة خور مكسر التي يتواجد فيها مطار عدن الدولي. هذه الاشتباكات تتزامن أيضا وقصف صاروخي من قبل الطائرات،
طائرات التحالف تقصف أهدافا للجيش في مدينة عدن، حيث تواردت الأنباء أن القصف طال تجمعا للجيش في مدينة فورمكسر، كذلك في محيط القصر الرئاسي في منطقة معاشيق. أيضا الاشتباكات التي تدور في محافظة عدن بين اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي والمقاومة الجنوبية من جهة، وبين الجيش ومسلحي أنصار الله من جهة أخرى، تدور الآن تستخدم فيها الدبابات وكذلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كذلك هذه الاشتباكات تتزامن وقصف مدفعي تنفذه أيضا بوارج حربية متواجدة في ميناء عدن. هذه الحالة متواصلة منذ يوم أمس، المدينة تعيش حالة حرب حقيقية في شوارعها. هذه الاشتباكات سقط خلالها قتلى وجرحى، هناك أيضا عدد من المنازل تحترق في مدينة خورمك في مدينة المعلى، وكذلك هناك منازل أبلغنا أنها تحترق الساعة في منطقة كريتر، هناك قتلى وجرحى، هناك أيضا تعثر كبير للطواقم الطبية للوصول إلى هؤلاء، بينهم أيضا مدنيين سقطوا في هذه الاشتباكات، لا يستطيع المسعفون الوصول إلى هذه المناطق نتيجة تواصل هذه الاشتباكات وكثافة النيران، كذلك اعتلاء لعدد كبير من القناصة للمناطق الأكثر ارتفاعا في المدينة، يشكل حالة رعب لدى السكان، حيث أن أي هدف يتحرك يعتبر هدفا لهؤلاء القناصة. إذا نعيش حالة حرب، حرب شوارع حقيقية في مدينة عدن. كذلك الحالة الإنسانية بلغت ذروتها في لدى السكان هنا، للانعدام المواد الأساسية وانعدام الطواقم الطبية، وكذلك انعدام المواد الأساسية والتغذية لدى السكان في مدينة عدن. نعم، أشكرك عبد الخالق الحودة الصحفي من اليمن، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من عدن.